اللوحات الإرشادية نشوفها كل يوم في الطريق، لكن شلون تصنع وش المواد اللي تصنع منها؟ خلونا نشوف. قبل لا تشوف اللوحة قدامك في الطريق، اللوحة تمر بعدة مراحل: التصميم، التوريد، التصنيع، ثم التركيب. بعد ما تعتمد أشغال التصميم، يتم استيراد بعض المواد مثل صفائح الألمنيوم واكسسوارات التركيب. اللوحات تستورد كصفائح ألمنيوم، والإرشادات تطبع على فيلم عاكس وتلصق على اللوحات في مصانع متخصصة هني في قطر. عمركم فكرتوا بالمادة اللي تخلي اللوحة تعكس الضوء بمجرد ما يجي عليها ضوء السيارة؟ هذا لأنه يتم تركيب فيلم عاكس يقوم بامتصاص أشعة الشمس في النهار، وفي الليل يقوم بعكس الضوء بمجرد تسليط ضوء السيارة عليه. وسؤالنا لكم اليوم: ما هي وظيفة اللوحات اللي باللون الأزرق؟ للإجابة على السؤال اضغط على الرابط أسفل الشاشة.